نبدا الان في الخاصيه الرابعه للنجوم وهي حركتها او حركه النجوم او ستيلر موشن. طبعا في عندنا اكثر من نوع من الحركه للنجوم. نبدا في اول واحده ما يطلق عليها الحركه الزاويه او البروبر لانهون موشن، وتعطى رمز لانهون ميو. ما هي الحركه الزاويه او بروبر موشن؟ هي معدل تغير موضع النجم بالنسبة للخلفية النجمية على القبة لان السماوية، طبعا وتقاس بالثانية القوسية لكل سنة. اذا كان زاوية اذا يكون مسافة بالزاوية، والوقت الزمن ممكن نقيسه في السنوات. وجد الان هون انه نسبة قليلة جدا من معظم النجوم نشوف ان التي نراها في السماء لا تطرق اي حركة زاوية، لأنه تقريبا ثابت فوقها بالنسبة لنا. وطبعا لكن أحيانا ممكن نلاحظ هاي الحركة الزاوية لهي النجوم متى؟ إذا كانت تتحرك بشكل سريع بالنسبة للأنهون الشمس، وطبعا أو التي تكون عادة قريبة منا مثل نجم برنارد ثاني أقرب نجم إلى الشمس، حيث تبلغ سرعة الزاوية 10.25 arc second per الأنهون year. طبعا كيف ممكن نقيس هاي السرعه الزاويه؟ السرعه الزاويه تقاس لما باخذ صور فوتوغرافي صور للنجم في فترات تفصل بينها سنوات عديده تصل الى 50 لانهون سنه. شو المقصود في الحركه لانهون الزاويه؟ لانهون على سبيل المثال هذا نجم الان موجود هاي النقطه، بعد فتره زمنيه شو بلاحظ انه تغير موقع، اصبح موجود هنا، تغير موقع الى اصبح موجود هنا. نفس الشيء من نجوم لانهون الثانية. هاي الرسمة تبين عنا اللي هو الحركة الزاوية لنجوم كوكبة بنات عش او الدب الاكبر لانهون خلال 200 الف سنة. طبعا يظهر الشكل مجاور النجوم هذه الكوكبة لا علاقة جاذبية بينها، فهي بعيدة جدا عن بعضها. على سبيل المثال هاي 78 لايتير بعيدة، هاي 105 لايتير، هاي 88، 210. لكن هم احنا راح نشوفهم بيشكلوا لي دب اكبر. ليش؟ من اسقاط لهم على القبة الفلكية، هاي اسقاطهم على القبة الفلكية راح يشكلوا لي شكل الانهون اللي هو طبعا الدب الانهون الان الاكبر. طبعا احنا اللي هو فعليا في حركة، بس بالنسبة لنا الحياة لعمرنا بنشوف الحركة تقريبا نجم ثابت مكانه. على سبيل المثال قبل 100 ألف سنة كان هذا هو مواقع الانهون نجوم البنات نعش الانهون او الدب الاكبر القبة الفلكية. الان حاليا هاي وجودهم بهذا الشكل راح تغير مواقعهم الانهون. بعد كمان 100 ألف سنة كمان من الان راح نشوف تغير عندنا مواقعهم، يصبح بهذا الانهون الشكل. اذا خلال 200 ألف سنة بنلاحظ الان هنا مواقع هاي النجوم تغيرت، تصبح هون اصبح تغير هون اكثر. هذا الان صار في تغير في مواقعهم الان هنا، وبالتالي يتغير الشكل الهندسي اللي تقدر تخيله لهذا البنات الان هون نعش او للتوب الان هون الان الاكبر. اذا ملخص الان هنا هي شو المقصود فيه؟ هي تغير معدل تغير موضع الجسم بالنسبه للخلفيه النجميه على القبة السماوية، هاي قاس الوحدات ارك سكند بير يير. معظم النجوم لا تظهر اي حركة زاوية باستثناء القريب جدا منا وسرعتها عالية بالنسبة للانهون الشمس. طبعا ممكن نخط عن طريق صور فوتوغرافية ممكن لفترات تصل الى سنوات عديدة تصل الى 50 سنة، ممكن الاحظ تغير في الموقع الزاوي او سرعة زاوية. اذا كم موجود هون بعد فترة يصبح هنا، لان هاي الزاوية بعملها هي عبارة عن ميو اللي ممكن هون تبين كان هاي نجم مثل الشمس كان موجود هون، بعد فترة اصبح تغير موقع اصبح هون. هذا هو البروبر موشن او انجل اللي هي ميو اللي بيعطينا السرعة الان هون الان الاولى هي الزاوية. طبعا الحركة السرعة الثانية تسمى السرعة الحقيقية space velocity. الآن اعتماد الأحداث هي تراصد، فإن السرعة الحقيقية للنجمين تنشأ نتيجة الحركتين. الاعتماد على أحداث هي تراصد السبيس فيلوسيتي أو السرعة الحقيقية هي تنشأ عن حركتين، ما هما؟ هي الحركة الشعاعية
والحركة المسي أو السرعة الزاوية هي محصلة السرعة الشعاعية والسرعة المماسية. ما هي السرعة الشعاعية أو radial velocity؟ هي حركة النجم على امتداد الخط الرؤية مقتربا أو مبتعدا عن الجسم. هذا الآن فرضا هنا هذا النجم، ممكن النجم يبتعد عنا أو يقترب منا. هاي الحركة ابتعاده واقترابه منا على امتداد الخط يسمى radial، الآن هون الآن velocity. كيف نقيس هاي الراديال الآن هنا velocity حسابها؟ ممكن حسابه معرفته من خلال دوبلر الآن هون effect. الآن دوبلر effect الآن شو بيحصل عندي الآن هون؟ إذا كان عندي فرضا جسم كان بيقترب أو بيبتعد عني، إذا كان هذا الجسم فرضا في إشعاع يشعل الآن فرضا الإشعاع، والآن شو بيحصل له الآن هون؟ في لما يبتعد عنا راح أشوف الآن حصل انزياح لهذا الضوء الواصل منه. هذا الانزياح إما بكون الآن يسمى طبعا انزياح إلى بسموه ريد شيفت أو بسموه بلو شيفت. ريد شيفت اللي هو انزياح الأحمر، وبلو شيفت انزياح لأن هنا باللون لأن هون الآن الأزرق. هذا الآن الانزياح في هذا اللون ناتج عن الآن هون دبلر الآن هون الآن افكت بالنسبة للميلي الآن هون الضوء. وبالتالي بقدر أعرف الآن السرعة الشعاعية الآن ريدي بروست من خلال العلاقة التالية. الريدي بروست بي آر على سرعة الضوء يساوي دلتا لمدا على لمدا زيرو. ما هي دلتا لمدا زيرو؟ دلتا لمدا هو انزياح في طول الموجة. لمدا طبعا طول الموجة اللي الضوء بعطيني هذا لان هون الان الشمس. فاذا كان الدلتا لمدا هي لمدا فاينل ناقص لمدا انيشال التغير، فالتغير ممكن موجب يكون سالب. اذا كان التغير موجب هذا يعني ان دلتا لمدا موجب، اذا النجم يبتعد عنا وبسموه ريد شيفت. واذا كان النجم يقترب من دلتا لمدا بتكون بالسالب، هذا بيحصل عندي ما يسمى بلو لان هون الان شفت. بعصير مثال هون دلتا لمدا لمدا ناقص لمدا زيرو، فعند الان اذا كان عندي طول الموجة ازداد اذا دلتا لمدا موجبة، هذا يسمى ريد شيفت، هذا يعني انه النجم يبتعد عنا. اذا شفت الان طول الموجة قصر شوية، اذا دلتا لمدا بكون سالب، هذا يعني النجم يقترب مني او بيحصل له ما يسمى بلو الان هون الان شفت. ومنها بالاعتماد على الدوبلر افكت بقدر احصل ما هي دلتا لمدا ولمدا زيرو وسي معروفه، بحصل ما هي راديال فيلوسيتي. وعندما تكون هون طبعا دلتا لمدا موجبه يكون النجم يبتعد عن واصل، فانت تدل دلتا لمدا هون دلتا لمدا سالبه النجم يقترب من الان هون واصل. كيف ممكن احسب الان دلتا لمدا؟ احسبها الان هنا طبعا من خلال موقع خطوط الامتصاص او الانبعاث ومقارنته مع الخط الان هون الان الاصلي. هذه العلاقه مع اللي هو فيزياء الان هون الاطياف الان هو يسمى سبكتروسكوبي الان هون. اذا فعمليا انا بقدر احسب راديال فيلوسيتي من خلال في عندي فرضا كل لون له طول موجه معين له موقع معين، طول احمر لو راقبت الان هنا او طول اصفر وازرق اي لون اخر، انا بقدر الان هنا اقارن موقعهم الاصلي مع الطيف الناتج من هذا النجم، بشوف الان هل حصل لي بلو شفت او ريد الان هون شفت. خلينا نشوف مثال بسيط كيف اطبق هذه المعادله. في احدى القياسات المطيفيه النجم وجد ان الخطوط الطيفيه عند طول موجي لمدا، هذا الرقم اذا علمت هناك خط احمر، هاي احمر قوي للهيدروجين عند طول موجي هذا القياس، وعلى افتراض انه نفس خط احسب سرعه النجم هي الاشعاع. شو اللي بحكي لهم؟ في طبعا في احدى القياسات الفلكيه الطيفيه لها شخص راقب نجم معين حصل على الطيف الان له، وطبعا لقى فيه لاحظ فيه خط طيفي معين حسب شاف طول موجته يعطى بهاي العلاقه. هذا الطول الموجي الان هون
قالوا قارنته الآن هون مع طول الخط الأحمر القوي الناتج من الهيدروجين، يعطيني بهاي العلاقة، هذا الطين في سو اتش ألفا إنه من الناتج من الهيدروجين. هذا هو الخط طول موجي للأحمر الناتج من درجة الهيدروجين. هذا من النجم، لا قريبان جدا من بعضهم، لأن هذا لمدة، هذا الأصل لمدة الطول أصليا. هذا الطول لو افترضت هذا كمان اللون هو أو طول هذا الطول موجة هي لمين، هو خط أحمر ناتج من مين، من لأن هو صدع عن هذا النجم، بس شو بحصل عنده، حصل الشفت في طول الموجة، هذا الأصلي هذا الجديد. لحظة مين أكبر، هذا اللي حصلت عليه من النجم، وصل لي من النجم أطول جمعا ما من الأصلي، وبالتالي هنا حصل له الآن هنا يسمى ريد شيفت، لأنه هاي الدلتا لمدة هذا النهاية ناقصة هون الابتدائي، هذا معناه هذا لمدة زيرو وهذا لمدة ناقص لمدة زيرو وبيعطيني دلتا لمدة. ومن برجع بعوض في هاي المعادلة بعطينا هاي لمدة اللي نحطها من مين هنا صدى النجم، هاي لمدة طول موجة الأصلي الآن لمدة زيرو، هون على لمدة زيرو تساوي في 3.5 كيلومتر في سكن، وطبعا هاي السرعة بتعطيني ريدي فيلوسيتي 45.7 كيلومتر في سكن، وهذا يعني النجم ايش لا هنا يبتعد عنا دلتا لمدة موجي، لكن دلتا لمدة سالب هذا يعني بصل النجم يقترب منا. سرعة تانية يسمى سرعة لمسية أو تانجنشنال فيلوسيتي. ما هي تانجنشنال فيلوسيتي؟ لأن هنا علاقة مع مين؟ مع البعد النجم عنا، وما هي الزاوية اللي بيعملها. هاي تانجنشنال فيلوسيتي هي زاوية مماسية، العمودية على مين؟ على راديا، دائما الماس عمودي على مين؟ على راديا الفيلوسيتي. هاي السرعة المماسية كيف ممكن أحسبها الآن هنا؟ ببساطة إذا عرفت الآن من ال إذا كان هاي الزاوية معروفة ومعروفة المسافة، بقدر أعرف من تان ثيتا يساوي سان ثيتا ويساوي ثيتا ويساوي المقابل على المجاور، هاي المقابل هي راديا الفيلوسيتي، وهذا الآن هنا الزاوية عبارة عن ميو. طبعا هذا في عندي ثوابت أخرى ومنها التانجنشال فيلوسيتي تعطى بالعلاقة 4.74 ميو في دي، ما هي ميو؟ هي بروبر موشن أنجل السرعة الزاوية، ودي هي بعد النجم عنا، فإذا عرفت هذول الميو دي بقدر أعرف ما هي التانجنشال فيلوسيتي، ومنها نقدر نحسب ما هي السرعة الحقيقية اللي هي من طبعا السرعة هي فيكتور الأولى تربيع زائد ثاني تربيع ربحهم بيعطيني هذا هو السرعة الآن الحقيقية لهذا الآن النجم. إذا النجم ممكن يحصل له راديال فيلوسيتي أو تانجنشال فيلوسيتي وإله بروبر الآن هون الآن فيلوسيتي، وطبعا هذا هو الترو فيلوسيتي يوم حصلت التانجنشال مع مين؟ مع الراديال، هذا الراديال وهذا التانجنشال هاي عبارة عن مين؟ المحصلة. طبعا وين تبرز أهمية السرعة الحقيقية؟ تبرز أهميتها فيما يلي، إن أول شيء في معرفة حركة الشمس والنظام الشمسي في الفضاء باتجاه كوكبة هرقل، إن الآن هل هل الشمس والنظام الشمسي هل يتحرك باتجاه كوكبة هرقل أو يسمى أحيانا الجاثي. كمان مهميتها في دوران موضع القوس المجري لمجرة درب التبانة. بعدين تحديد النجوم التي تتحرك بشكل شاذ مقارنة مع النجوم الأخرى، في نجوم طبعا حركتها بتكون شاذة ليس مع نسق مع النجوم لأن هون الأخرى. الحركة الثالثة هي تسمى السرعة الدورانية أو لأن هون الآن المحورية. الآن السرعة النوع الثالث بالسرعة تسمى الدورانية أو المحورية أو تيشن موشن أو أكسيال موشن. ما هي سرعة دورانية؟ هي سرعة دوران النجم حول محوره. هاي عندي نجم، لو افترضنا النجم يدور حول محوره بهذا الشكل، هذا يدور حول محوره، هذا المحور وين هو؟ داخل في صفحة ويدور حول محوره. إذا بتلاحظ في عندي راصد هون، هذا راصد الآن هون براقب هذا النجم يدور حول محوره، لأن هذا جزء من هذا النجم الآن الضوء الناتج منه بكون بقترب من الآن هون الشخص، لكن الضوء اللي هون شو لان مبتعد عن لان هون الشمس. اذا هذا بيحصل له بلو شيفت لما اقترب منه هذا ريد شيفت، هذا كله في النهايه شو راح ياثر على مين؟ على الطيف هذا النجم.
راح يحصل عندي الآن يزيد يسمى خط عرض ناتج خط عرض هذا طول موجة راح يزداد الطيفي. طبعا هذا الخط الطيفي عرض راح يزداد لأن الناتج عن تراكب الطيف الناتج حفتين هاي العلوية هو شفت وهاي السفلية بيحصل عنده وأنا أرد الآن هون الآن شفت. إذا حافة المغتربة ينزاح طيفه نحو الأزرق لا مقتربة من الراصد وما يشاهد الراصد حقيقة. وطبعا الحافة النجم المبتعدة ينزاح طيفه نحو الأحمر. وطبعا الراصد شو أصلا بيشاهد هو عبارة عن خط طيف ناتج من تراكب طيف الحافتين العلوية والأنهار الأسفلية. وهذه الظاهرة تشاهد في النجوم ليس يكون محور دورانها عمودي على الخط نطاق كما في شكل. هذه الظاهرة فقط تحصل إذا كان محور دوران اللي عمودي على الصفحة عمودي على الخط الناطر. هذا الخط الناطر وهذا هو دوران عمودي على هاي الصفحة الآن هنا. وبالتالي بلاحظ هاي الظاهرة إذا ما كان إذا كان عندي خط ناطر ومحور دوران متوازيات ما بحصل عندي هاي هو السرعة أو انزياح لي أو بزداد عرض النطاق لخط الآن هون الآن الطيفي. وطبعا هذا عندي مثال بسيط كيف عندي طول هاي عندي نجم معين بعطينا الطيف ولو طلنا الطيف واحد منهم جزء منهم لاحظ في عندي زيادة في هذا يسمى الباند ويدث لأن خط عرض النطاق يكون عندي كبير بسبب هاي الآن هون الآن الظاهر. بس حتى متى بتحصل عندي فقط إذا كان محور دوران عمودي على الخط الآن هون الناطر. هاي بالنسبة لي حركات الآن هون الآن النجوم. الفيديو اللي بعده راح أشوف ألوان النجوم ودرجات الحرارة الفعالة.